انتم شايفين كل هذا، هذا مدخل للتاريخ الشركسي. في عنا علاقة معقدة ما بين روسيا الاتحادية وما بين الشعب الشركسي. الشراكسة فعلا كانوا هم في صراع على زعامة العالم الإسلامي عشان تشوف وين كان المستوى والرقي الفكري والثقافي لأبناء الشعب الشركسي. ولكن أنا لا تقارني فيهم، ولا شعب في العالم تعرض للي تعرضت له أنا. وكأن الخطط اللي كانت موجودة عند القياصرة تعاد بس بطريقة أخرى. أنا جبت لكم ما يسمى الموسوعة الشركسية صادرة بال2006 مجازة من أكاديمية العلوم الروسية. كان هناك التصدي لتتار القرن، كان هناك التصدي للمغول، فبالتالي مشكلة مع الشعوب الطورانية موجودة. حرمنا من هذه التربية القومية نتيجة عملية التهجير. الأزمة السورية لما فاتوا على خناصر مش كتبوا الحظ جئناكم بالذبح. الشعب الشركسي هو يعني لا تأخذوني ولكن هو فوق الجميع. أدهم شركس في أكثر منه خدم الدولة التركية الجديدة ما في، ولكن أتاتورك قال له والله معك. الدولة العثمانية فعلا مارست دور سلبي جدا في قضية التهجير للشعب الشركسي. لا لا، أنت كل عيون كل مرة كانت ما بتحكي بلغتك، ولا دولة السلاطين الشراكسة أنت ما بتحكي بلغتك، ولا كنت تحكي بلغتك العربية، ولا بجوز الدين نفسه ما كان موجود. فهذا أنا سويت لك إياه، أجدادي سويت.